لما الحل بيبقى غايب عننا بنقول مش ممكن، ولما بيبقى فيه احتمالات بنقول يعني ممكن، أما لما بنبقى متأكدين ساعتها بنقول طبعا ممكن. حلقتنا مش بس أسئلة وإجابات، حلقتنا متنوعة ومليانة فقرات. برحب بكل مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج طبعا ممكن. طبعا ممكن نعيش الصح كله، طبعا ممكن ونسيب الشر وذله، طبعا ممكن نرضي الرب ونقول له احنا ليك يا يسوع. طبعا ممكن نترك خطايا الماضي، طبعا ممكن ونخلي الرب راضي، طبعا ممكن يكمل القلب الفاضي ويبقى ليك يا يسوع. طبعا ممكن يعيش المؤمن غالي، طبعا ممكن مهما الشيطان يحارب، طبعا ممكن مرفوع فوق التجارب اصله معاك يا يسوع. طبعا ممكن. برحب باخويا الاخ طلعت فكري خادم الرب، اهلا وسهلا بيك يا محبوب. اهلا بحضرتك يا اخو منير، ونشكر الرب لاجل صلوات كثيرين بيصلوا لاجلنا ولاجل هذا البرنامج، والرب يبارك المشاهد اللي بيقعد وبيستمع وبينتظر هذه الحلقات. امين. اسم حلقتنا الصندوق الاسود، هو اسم مش لذيذ كتير، لكن نفسي ابدا بقصه واخد راي الاخ طلعت فيها بكل سرور. القصه قصه صندوق اسود مش بيبقى موجود، مش زي اللي موجود في الطيارات يعني. لكن صندوق لينو اسود كان موجود في حجره احدى الشابات. ارتباط الشابه بالصندوق الاسود ده غريب، الشابه ما بتخليش اي حد يقرب من الصندوق ده، مفتاح الصندوق متعلق في رقبتها مش بتخلعه ابدا، معاها طول النهار والليل خايفه حد يسرق المفتاح ويشوف ايه اللي جوه الصندوق. نعم. ولما سالت ايه اللي جوه الصندوق ردت في الصندوق الاسود كل اسراري، من اول القلم الرصاص اللي سرقته من صاحبتي في تانية ابتدائي ولحد اسرار النهارده. تعليقك يا اخ طلعت على القصه دي. تعليقي يا اخ منير ورد في كلمه ربنا في مزمور 25 وفي ارميا 31، بيسميه ايه؟ عار الصبا، عار صبايا، عملت عار صبايا، وبيسميها خطايا او معاصي الصبا. يعني عايز تقول هي مش اللون الصندوق الاسود، هو ماضيها بالضبط هو اللي اسود، فحطت خطايا متراكمه في الصندوق جوه الصندوق. فالصندوق مش لونه اسود بس، يا ريت يكون لونه اسود بس، ولكن جواه سواد وقدام وظلام وحاجات متراكمه منذ الصبا لم يعترف بيها، لم يقر بيها، لم نتوب عنها، هذه الشابه او الفتاه او اي انسان. طيب في رايك هل دي ممكن تكون مشكله الشابه بس، ولا دي مشكله ناس كتير عندها صندوق اسود برضه؟ ده مشكله ناس كتير جدا، مشكلتنا كلنا الحقيقه، كل الجنس البشري. طبعا طبعا، لان تاثير الخطايا التراكميه دي مع الخطايا المتراكمه دي خطايا غير معترف بيها. ايوه. لان كلمه حتى اعتراف في اللغه اليونانيه تيجي بمعناها ايه؟ عدم تخزين الخطيه. مظبوط. فالمخزن ده او الصندوق ده مخزن خطايا، مخزن معاصي، مخزن ذنوب، مخزن جرم. صحيح. هل كلمة ربنا بتكلمنا عن الصندوق؟ يعني عايزك من خلال الكتاب المقدس. نعم. كلمة الرب بتشاور على الصندوق الأسود. يشاور كتير قوي. يعني مثلا في سفر الأمثال أصحاح 28 بيقول من يكتم خطايا، الخطية المكتومة هو. أيوه. لا، أنا عجبتني تعبير اللي قلته من شوية، الخطايا التراكمية. التراكمية مكتوم، يعني ومحوش خطايا، محوش، مخزن. أخدت بالك؟ مخازن. تفتكر زمان إحنا من أصول صعيدي أو بلاد يعني نيلية على النيل، فاكر حضرتك لما كانت تيجي السفن ويجيبوا الغلال؟ أيوة. وكانوا حطوها في بعض الحجرات اللي موجودة حين ذاك في صومعة. أيوة، الصوامع. الصوامع دي كانت بتخزن إيه؟ بتخزن غلال. أخدت البلك؟ بتيجي في موسم وتفيد باقي السنة، سواء في الشون أو في البيوت. كل البلاد كانت بتمشي، لكن ده للأسف بيخزن خطايا الإنسان.
فمن يكتم خطايا، من يكتم خطايا. وبعد كده برضو في مزمور 32 وعدد 3 بصفة خاصة كتم ذنبه هنا. أخذت لما سكتت بليت عظامي من زفير اليوم كله، سكتت على الخطية. طب ليه الناس بتفضل قصة السكوت والكتمان دي في رأيك؟ هو للأسف ده أسلوب بشري، أسلوب إنساني وتفضيل غير مطلوب. ليه؟ الرب أذكر واحد كنا أطفال صغيرين، والراجل ده كان اسمه هنري ميتشل. هو الراجل ده أساسا من أصوله مش مصري، لكن وإحنا صغيرين كان يقول كلمة مش قادر أنساها، خلي بالك ربنا يشوف النملة السودة في الليلة السودة على الجبل الأسود، نملة سودة. هو دي أنا سمعتها كتير من خادم الرب الأخ موريس جرجس كمان، كان بيقولها نفس العبارة، نملة سودة في جبل أسود في ليلة سودة بعد عنها. يعني ربنا بيشوف كل حاجة، لكن ده اتحط في صندوق أسود، ربنا عارف كل حاجة. ومتهيألي إن الناس كمان عايزة تظهر بس المظهر الخارجي مزيف، كأنه إن أنا كويس، صورة التقوى. فعشان كده الناس بتحاول تظهر من بره كويسة، لكن من الداخل منكرون قوتها. قوة التقوى. التقوى يعني مفقودة. إيه؟ يعني مخافة ربنا. فما مش بيخاف ربنا، بيخاف لا تؤخذني بحسب المسلمات، بحسب العادات. مظهر ليه صورة في لبس معين، في شكل معين، في حاجة معينة، وخد بال حضرتك لسبب أو لآخر. لكن طبعا كثيرين بيسقطوا في هذه الخطية المكتومة أو الصندوق الأسود. طبعا ممكن برضو أرجع تاني لسؤال الأول، ليه الكتاب قال إن من يكتم خطاياه لا ينجح، مع أن الناس شايفة أن الصندوق الأسود ده طريقة ناجحة لإخفاء الضعف؟ يعني ناس عندها مبدأ، حتى يعني كتير ناس تقول لك إذا عملت خطية أو بلية استتر. ده الناس. لكن بص، قد صرحت بطرقي فاستجبت لي. كتم الذنب يورث، كتم الخطية تورث. أنا عايز أقول للمشاهدين يا أخ طلعت، أنا حاسس ربنا بيتكلم من خلال كلماتك دلوقتي، إنه في ناس عندها المبدأ ده. نعم. وربنا بيشاور على حاجة في قلبك. أيوة. ومحدش عارفها غيرك. بالضبط. بس النهاردة نور أشعة الروح القدس هيكشف الخطية دي ليه؟ يا رب يا رب. ربنا مش عايز يفضحك. يا رب. بس بيفضح الخطية اللي جواك عشان أنت ترجع وتتوب. نعم. وتقبله رب ومخلص. نعم نعم. هل في كلمة الله أمثلة لناس فضلت الصندوق الأسود وما نجحتش؟ يعني أنا أصغر من أن أتحدث عن شخصيات عظيمة في كلمة الله لكن وقعت في الخطية دي. مثلا داود النبي، شخصية عظيمة، يعني ملحن وكاتب ومنتصر، مرنم ومؤلف ومرنم وراعي وهكذا، وملك. أيوة. ونبي، مظبوط ولا لا؟ صحيح. يعني الحقيقة داود من الأمانة، قبل ما أتكلم في الجزء السلبي ده، داود تحول من شخص إلى شخصية مكتملة، مجموعة شخصيات في بعض. لكن الخطأ الوحيد في الجزئية دي أحط إصبعي عليه في صموئيل الثاني صح 11 وصح 12، إنه طلع على السطح ونظر، بكل أسف تصرف غير مسؤول كإنسان، وكتم الخطية أعتقد قرابة سنة. أيوة. قرابة سنة. ولما جه، وده الشيء الإيجابي اللي جاي أهو، لما جه يعترف بيها كتب كذا مزمور، مزمور 6، مزمور 32، مزمور 38، مزمور 51، مزمور 141. عارف في المزامير دي قال كلام يقطع القلب. مثلا في عدد 3 مزمور 32 يقول يا خبر لما سكتت بليت عظامي من زفيري. بص، الزفير غير الشهيق، من زفيري اليوم كله. ليه؟ يدك ثقلت عليا، اللي هي الاهات اللي طالعه. بالظبط. تحولت رطوبتي الى يبوسه القيظ. بص، زي حطبه ناشفه، يبوسه القيظ. شوف عمل ازاي. وجه في مزمور 51 ارحمني امحو معصيه، اغسلني كثيرا. الشيء الحلو في كتابنا المقدس يا اخ طلعت انه بيظهر بالضبط ضعفات وخطايا حتى الانبياء.
فاحنا لا نؤمن انه الانبياء معصومين. نعم. ما فيش شخص معصوم غير الله وحده. نعم. اللي ظهر في شخص المسيح ليه المجد. نعم. المسيح قال من منكم يبكتني على خطيه في المسيح. هو الوحيد الشخص اللي وطأت قدماه هذه البسيطه تمام بدون خطيه على الاطلاق. انا بشكرك جدا، بس عايزين نشوف دراما مع بعض بعنوان مشروع نظافه، وبعدين نرجع نكمل حديثنا الشيق. ممكن؟ طبعا ممكن. طبعا ممكن. ايوه مين؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير. الساعة دلوقتي 12 إلا 5، يعني المفروض صباح الخير مش مساء الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا سيدي. احنا من مشروع نظافة الحي. لحظة من فضلك، انت بتقول احنا وانت لوحدك، اسمها انا. حضرتك يا فندم دقيق جدا. دقيق جدا ومنظم جدا واعشق النظافة جدا جدا جدا. يا ريت يا فندم تبقى كل الناس زي حضرتك. صعب يا استاذ، انا في عشق النظافة صعب تلاقي حد زيي. لحظة واحدة، عارف ده ايه؟ ايه يا فندم؟ ده معطر جو. واحدة هنا واحدة هنا، وده كمان معطر بس ليا مش للجو. ومعايا كمان جل مطهر للجراثيم. مطهر. بصراحة يا فندم حضرتك جاهز بكل العدة. المهم احنا من مشروع، اقصد انا من مشروع نظافة الحي، وكنت بستأذن حضرتك بس تمضينا عشان نعدي ناخد اكاس الزبالة بعد. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت؟ في ايه تاني يا فندم؟ زبالة ايه اللي هتكون عندي؟ عادي يعني يا فندم، كل البيوت فيها زبالة. كل البيوت فيها زبالة الا بيت الاستاذ نظيف جميل جيد. ايه ده، نظيف جميل وجيد؟ ده اسم ده يا فندم ولا تقرير؟ من فضلك من فضلك، روح شوف بيت تاني تدور فيه على زبالتك. الزبالة قال، واوعى ترن الجرس تاني. انت سامعني؟ اوعى ترن الجرس تاني. الزبالة قال. زبالة حاجات عجيبة. زبالة. الريحة صعبة جدا. مفيش فايدة. يا ريتني كنت اشتركت في مشروع النظافة بتاع الحي. بس الناس تقول في بيت الأستاذ نظيف جميل جاي في زبالة. ده الواد اللي بيلم الزبالة بره. انت يا أستاذ انت بترن الجرس ليه؟ حضرتك انا مرنتش الجرس، انا طالع الدور اللي فوق حضرتك. يعني انا بتبلع عليك؟ لا يا فندم، وعامة يعني انا اسف. اوعى ترن الجرس هنا تاني. حاضر. كنت بقول لك، هو مش انتوا مشروع النظافة؟ انا يا فندم، انا الوحيد وفعلا من مشروع النظافة. طيب طيب يا فندم، انا كنت عايز اشترك. يبقى حضرتك لازم تمضي الاستمارة دي يا فندم. ماشي امضي. اتفضل. هنا وقرأنا الأستاذ نظيف إني موافق. الثلاثي يا فندم بعد إذنك. مفيش حد في الحي اسمه نظيف هنا غير يا فندم، دي شروط الإقرار. ماشي اتفضل يا سيدي. تمام يا فندم، كده فاضل خطوة واحدة بس وتبقى حضرتك اشتركت معنا فعلا في مشروع نظافة. ايه تاني بقى؟ إقرار ومضينا، اسمي ثلاثي وكتبنا، فاضل ايه تاني بقى يا فندم؟ باقي إن حضرتك تدخل جوه تجيب لي أكياس الزبالة اللي عندك. لا 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 مستحيل. انا صحيح اقررت ان عندي زباله، لكن اسيبها؟ لا لا، ده اللي مش ممكن ابدا. طبعا ممكن. رجعنا لكم تاني احبائي المشاهدين، وطبعا ممكن. اخي طلعت، ايه رايك في الاستاذ نظيف جميل جيد زي ما اسمه في الدراما؟ في الواقع الاستاذ نظيف جميل جيد بكل أسف، اسم ليس على ما سمي. أنا متأسف يعني، أنا على اللي في الدراما. لا نظيف ولا جميل ولا جيد. ده بيتعامل مع الأمور بمسكنات جزئية، وأنا بشوف فيه حاجتين. الحاجة الأولى كتم،
والحاجة التانية بحبحها شوية. يعني هو في الأول رفض إن يعترف إن في زبالة في البيت. كتم. آه. كتم. مفيش زبالة. والبلد والبيت أنا مش هشترك معاكم في مشروع النظافة ده، امشي يا ابني. والريحة وكله حط شوية مسكنات وقتية جزئية لغاية ما العملية إيه؟ يؤسفني جدا. أيوة. وهتسبب مشاكل، لكن ابتدى بعد شوية اتفتحت شوية. اللي هو إيه؟ اعترف إن في زبالة. لكن في نقطة. إيه النقطة؟ ما تبشي. هو قبل كده يعني في الجزء ده شديني جملة. لما الراجل بيقول له ما فيش بيت ما فيهوش زبالة. والأستاذ نظيف رد عليه بعنف وقال له إيه؟ إلا بيت نظيف. بالظبط. يعني كل البيوت فيها زبالة. يعني خلينا ننتقل بسرعة عشان الوقت للناحية دي، الناحية الدرامية. الناحية الروحية كل الناس وحشين إلا أنا. للأسف. عارف ده بالظبط؟ بالظبط يعني. قال لقوم واثقين فأنفسهم إنهم أبرار ويحتقرون الآخرين. الشعور بالتميز عن الآخرين، الشعور بالأهمية عن الآخرين، الشعور بالإنفرادية، دي خطية. لابد أن نعرف كده، لابد. الله عشان يتعامل مع إنسان مثل هذا بيقول له إيه؟ مثلا في أشعياء أصحاح 55، اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. يعمل إيه؟ يترك الشرير طريقه. دي نقطة مهمة قوي بقى. احنا مرات بنقول كلنا كل الناس خطائين وكل البشر كده، بس مهمة قوي النقطة دي اللي عايز حضرتك بسرعة تركز عليها. ليترك الشرير طريقه. أيوة. ورجل إثم أفكاره. ودي اللي احنا بنسميها في المسيحية التوبة. التوبة الحقيقية. اللي جاي التوبة هو بص، وليتب إلى الرب. أيوة. يتب ريبنت. يعني ريبنت يرجع للقمة. اللي خلق الرب عليها، اللي عايزه الرب فيها. ريبنت. وبعد كده ايه؟ يتوب للرب الهنا. يعمل ايه الهنا؟ واخد بالك، يرحمه، يديله غفران. بص حضرتك الايه الجوهريه اللي كانت معانا في بدايه الحلقه، امثال 28، من يكتم خطيئة لا ينجح. صحيح. لكن بصوا الجزء الجانب المهم بقى اللي جاي ده، ولكن من يعمل ايه؟ يقر بها. فامثال 29 يقول لك بيسمع اللعن ولا يقر، وده خطأ، لكن هنا أقر بيها. وبعد كده إيه؟ يتركها. لازم يترك، مش هتيجي الرحمة. بالضبط. فإحنا عايزين نقول بس ملخص الكلام ده لأحبائنا المشاهدين، أنه لازم تعترف أن في خطية. بالضبط. ولازم تتركها وتتوب عنها علشان خاطر تختبر رحمة ربنا وتسمع صوت ربنا اللي بصلي أنا وأخويا طلعت أنك تسمعه، مغفورة لك خطاياك. أخويا طلعت خلينا نسمع شعر وكمان فقرتنا ولا إيه؟ هنشوف سؤال يمكن بيدور في ذهن حد من أحبائنا المشاهدين من فضلك. طبعا ممكن. الإنسان طول عمره إنسان وهيفضل دايما غلطان، بس فيه إنسان متكبر لما تواجهه تلاقيه بينكر، وفيه إنسان غيره بيتفلسف عارف غلطه يقوله ويوصف بس يلاقي ألف مبرر، وفيه إنسان غيرهم بيبجح ماسك غلطه عمره ما ينجح، وآخرهم إنسان مكسور عينه في الأرض مش مغرور، راجع بيته غلطه ومخفور، يا هناه ماشي مسرور متبرر. طبعا ممكن. هو مش ربنا عارف كل حاجة؟ حتى الخطايا اللي بتتعمل بعيد عن عين الناس، يبقى ليه عايز نعترف بيها؟ ما هو يا إما عايز نقولها علشان مش عارفها، يا إما يكون نوع من الإذلال، ولا إيه؟ طبعا ممكن. قبل ما نجاوب على سؤال ولا إيه، عايز أرجع للشعر يا أخ طلعت. اتفضل يا أخ. اللي كانت بدايته قال الإنسان طول عمره إنسان وهيفضل دايما غلطان، وبعديها عطانا شوية أنواع من الناس، واحد بيتكبر، واحد بيتفلسف، واحد بيبجح. هل فعلا في انواع مختلفه من التعامل مع الخطيه؟ بكل اسف. عارف الخطيه حضرتك يعني علقت على كلمه الخطيه المكتومه، الخطيه التراكميه. التراكميه. عارف كلمه تراكم دي؟ اول حاجه بيكبت الخطيه، كبت الخطيه، وده كبت ضمير. خد بالك انت اللي بنقول عليه واحد ضميره في اجازه، يعني بيسكت ضميره شويه شويه لغايه لما يموته ويكتمها. اوعى تتحركي،
لا لا أخدت بحضرتك وبعدين يدخل في مرحلة تانية لا يقر بها لا يعترف بها يدخل مرحلة أبعد من شوية يبرر نفسه قدام نفسه أيوه خدت بالك أمام نفسه مش هيسيب الخطية وأمام ضميره فمش هيسيب يعلن أن أنا مش هسيب الخطية كبت عدم إقرار عارف أنت عدم فكرتني اعتراف. بإيه في كلامك فضل واحد راح يعني كان في مؤتمر على البحر وهو يعني طبعا مش غلط الواحد ينزل المية بس هو نزل على البحر ويبدو يعني بص واشتهى وكده فصلى في يوم من الأيام وقال له يا رب سامحني أني أنا نزلت النهاردة البحر وسامحني لأني ناوي أنزل بكرة ففي ناس يعني بتعلن أنها إيه مش ناوية تترك بالضبط لحضرتك في صبيل التانى 11-12 سنة كاملة ياخدت البال حضرتك لغاية ما حصل بريجننت وحصل في طفل وحصل تأديب يعني تو ماتش يعني اخدت البالك انت ازاي انا بتكلم ان جنرال وبالمناسبة عايز اقول اللي بيقع في الخطية بيكون مستبعد نفسه عن السقوط فيها مظبوط واللي بيقع في الخطية ده مش شاب ولا فتاة ده ممكن يكون راجل كبير يعني لا يسمي الخطية خاطئة جدا ملهاش كبير وملهاش سن ولا صغير ولا كبير ولا أعزب يعني داود بدليل أن داود كان متجوز وقع ويوسف كان أعزب وما وقعش ربنا حفظه الله ينور ومرات إحنا بنظهر كمان يعني نحاول نظهر عدم خطيتنا بإظهار خطايا الآخرين بالضبط طيب أنا عايز أقول حاجة بس أعلق بسرعة قبل ما وقتنا بيدهمنا في سؤال ولا إيه اللي سأله الشاب نعم هو حط فيه افتراضين ما لهمش تالت بالنسبة لربنا نعم قال يا إما ربنا مش عارف وأنا بقول له عن الخطية بتاعتي أو يا إما عارف وعايز يذلني تفتكر إيه الغرض الكتابي من الاعتراف بالخطية أهم سرعة إن اعترفنا بخطايانا أيوة اعتراف يعني عدم تخزين الخطايا يعني مفيش كتم يعني مفيش كتم الخطايا أنا اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي قلت أعترف للرب بذنبي أمين طيب خلينا بسرعة أخي طلعت نشوف فقرة مش كده ونرجع تاني لحضراتكم أحبائي المشاهدين طبعا ممكن إيه اليافطة دي؟ وإنت هتمشي بيها كده؟ همشي بيها كده في كل الشوارع عشان كل الناس تعرف خطيتي وما كنش بكتمها وهمشي بيها بكرة كمان ليه؟ عشان هكذب على أبويا تاني النهاردة طبعا ممكن أخونا بيصرخ وبيقول أنا عندي المشكلة إيه تعليقك أخ طلعت؟ تعليقي لازم يكون إيجابي لأن إحنا قربنا نوصل لنهاية الحلقة حاسس كده ولازم أدي فرصة لحضرتك عشان نستمتع بالترنيمة وبالصلاة العلاج يا أخ منير باختصار شديد عدم كتم الخطية عدم الكتمان بل الإقرار والاعتراف بالخطية أيا كانت هذه الخطية بس هو كان بيعترف بالخطية بس بيعترف بطريقة ومش بيسيبها مش بيسيبها لكن ده اللي جاي يكمله ويتركها يرحم أمين الرحمة دي مزيج من معاملات الله يعني يتمتع بمحبة الله يتمتع بعمل المسيح على الصليب أدي الرحمة الرحمة عفو عن استحقاق طيب ما في ناس كتير بتقول ربنا يرحمنا بس هي مش باصة للصليب على أنه ده التمن اللي دفع بيه بالضبط لازم يعرف أن تكلفة الرحمة كانت على الرب يسوع المسيح والتكلفة دي احتملها المسيح ولا أحد على الإطلاق يقدر يصل إلى الله إلا عن طريق شخص واحد وسيط واحد طريق واحد أيوة. شخص الرب يسوع المسيح وده الفرق في الغفران بين الغفران في المسيحية وكل الديانات الأخرى نعم. إنه في المسيحية هناك ثمن دفع للخطية بالضبط يعني الله الناس بتقول دايما مثلا الله غفور رحيم لكن في المسيحية في أساس عشان كده وهو دفع المسيح الثمن عشان كده دي الآية اللي قدام أمين وعادل فرق كبير بين أمين وعادل أمين يعني حط قانون أجرة الخطية هي موت وأخد حقه عن طريق المسيح اللي دفع الدم وعادل أمين وعادل يعني ما ياخدش حقه تاني لا منه ولا منك أنا وإنت مش هننفع
الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطى الله كفارة عنه، لكن كريمة، وده الدم الكريم هي فدية نفوس فغلقت إلى الله. أمين. سمعنا من خادم الرب عن شخصية داود وإزاي كتم خطاياه لمدة سنة، بس بعد كده داود تاب، وتقرأ مزامير التوبة مزمور 32 ومزمور 51، كل الحاجات دي مكتوبة في كتاب كتبه، هي عظات للأخ خادم الرب الأخ نبيل شاكر في أستراليا بقلم الأخ طلعت فكري. الكتاب ده شخصية داود. أنا بشجعك عزيزي المشاهد، الكتاب موجود على صفحتنا اللي موجودة على الشاشة دلوقتي، تقدر تعمل فري داونلود تحمله. وعلى فكرة الحلقة بتاعتنا أخ طلعت موجودة للأحباء اللي عايزين يحملوها ويشوفوها من على قناتنا على يوتيوب وفي الفيسبوك. تقدر تتواصل معنا بكل الطرق الممكنة، وإحنا نحب قوي نسمع منك. أتمنى من كل قلبي إنك تكتب لنا إذا سلمت حياتك للمسيح، وأنا بشجعك إنك تعمل كده دلوقت. لو أنت لسه لغاية دلوقت ما عملتش كده، أنا نفسي تصلي معايا بسرعة. يا رب يسوع المسيح، أنا جاي لك بصندوق الأسود، وبشكرك لأن دمك يطهر من كل خطية. أمين. أنا بقبلك في حياتي رب ومخلص. ارحمني يا رب. أنا أمين. عبدك، أنا بنتك الخاطي أو الخاطية، باسم المسيح أطلب. أمين. طبعا ممكن. كل شخص بيحاول يخفي حياته وعنده صندوق الأسود، تعالى لنور ربنا. عايز أقولك صدقني، نور ربنا مش بيفضح، ظلمتنا هي اللي بتفضح. بشجعك مش بس تعترف، لكن تترك من جواك كل خطية، وصدق إن ربنا هيغفر خطاياك. بنصلي تكون رسالة الحلقة وصلت لقلبك. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج طبعا ممكن.